الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قوله جل وعلا من سورة الزمر إلى قوله: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله جل وعلا: قل. والمأمور هو النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، ولكن لا يفهم من هذه الآية أنه قل يا عباد الذين آمنوا أن النبي يقول يا عبادي، إنما المقصود أنه نداء من الله، الله عز وجل يأمر نبيه يعني يبلغ نداءه لعباده المؤمنين: يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، فيناديهم باسم الإيمان ويأمرهم بتقوى الله بامتثال أمره واجتناب نواهيه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن ما أعطاهم الله عز وجل ورزقهم من الإيمان من أعظم الدواعي لأن يتقوا الله جل في علاه. لذلك قال أيضا: اتقوا ربكم، ففي قوله جل وعلا ربكم الذي هو بمعنى الرب الخالق المالك المتصرف المدبر، أنه سبحانه وتعالى الرب جل وعلا المستحق أن يفرد بالعبادة، المستحق أن يتقى، فهو الذي خلق ورزق وأعطى وأحيا ومات جل وعلا. ثم قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أحسنوا في طاعة الله وعملوا بمرضات الله، وعدهم الله عز وجل بقوله حسنة، وهذه الحسنة في الدنيا والآخرة. في الدنيا بما يعطيهم الله عز وجل من الطمأنينة والراحة والصحة والعافية والرزق الطيب ورغد العيش، هذا كله من الحسنات في الدنيا، ومن الراحة والطمأنينة والسكينة التي تحصل للمؤمن بسبب إيمانه وعمله الصالحات، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا وعد من الله لمن آمن وعمل صالحا بأنه سيعيش حياة طيبة في هذه الدار. وبالمقابل توعد الله من أعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك، فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك. ثم قال تعالى: وأرض الله واسعة. قال بعض العلماء: هذه الآية أي قوله أرض الله واسعة كأنها فيها شيء من الاحتراز، بمعنى الله قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وبعض الناس قد يعيش في هذه الدنيا ممن يؤمن في بعض المناطق والبلدان ويؤذى، قد يؤذى، يؤذى من الكفار، يؤذى من المنافقين. فالله يقول: وأرض الله واسعة، معناه من لم يتمكن من إظهار دينه وأوذي ومنع أرض الله واسعة يهاجر فيها، كما قال الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. وهذا جاء من كلام الله عز وجل يعني على لسان الملائكة للمستضعفين ممن امتنع عن الهجرة ولم يكن له عذر. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هذا من فضل الله ورحمته أن أرضه واسعة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد مجال لمراغمة الأعداء، إظهار دينه ومراغمة العدو، وسعة في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه الهجرة مستمرة في كل زمان وفي كل مكان. ثم قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما في مقدار، ما في شيء محدد للصابرين الذين صبروا على طاعة الله، فجاهدوا أنفسهم على أن يقوموا بطاعة ربهم ويسعوا في رضوانه بما وتنفيذ أوامره، الذين صبروا عن معصية الله فتركوا الشهوات وتركوا المعاصي والمنكرات والمحرمات، الذين صبروا على أقدار الله المؤلمة فلا تسخط عندهم ولا جزع ولا تضجر، بل يصبرون. هؤلاء الله وعدهم بقوله:
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. انظروا، مر بنا آيات حول الإخلاص في أول السورة، والآن ربنا يقول: قل، أي قل يا نبي الله لهم إني أمرت أن أعبد الله مخلصين له الدين. سؤال: أين أمره الله؟ من يذكر آية تدل على هذا بوضوح وصراحة أن الله أمر نبيه بالإخلاص؟ ها، هل أحد يذكر؟ في بداية السورة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن جاء الأمر في أول السورة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرني الله، تفضل، أن أكون أول المسلمين. من كل الأمم؟ لا، من هذه الأمة، وإلا هناك من سبق النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل وإلى آخره وأتباعهم، من أول هذه الأمة، فهو قدوتهم وهو أسوتهم. أمرني الله لأن أكون أول المسلمين المستسلمين المنقادين لتوحيد الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال جل وعلا أيضا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من هذه الأمة، فكان عليه الصلاة والسلام أول الموحدين وأول المستسلمين، وهو أيضا سيد الموحدين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل يا نبي الله يا رسول الله وأنت رسوله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا الشرط، ورسول الله معصوم أن يعصي الله، لكن أمر واضح أن المقصود به أيضا التعريض، فغيره من باب أولى وأجدر أن يخاف. فرسول الله يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف بمن كان دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول الله في موضع آخر شبه به: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عن العذاب يوم القيامة هو عذاب النار فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. ثم قال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي قل لهم الله أعبد. الله هنا مفعول به مقدم، وتقديم حفظكم الله يدل على الحصر، أي قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فالله يأمر نبيه ويخبره أن يخبر قومه بأنه سيعبد الله مخلصا له الدين، وسيسير على الدين الخالص، وأنه لن يذهب إلى أصنامهم ولا إلى أوثانهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ونعم لكم دينكم ولي دين. هذا هو. ولذلك يقول الله هنا: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل معنى أنهم مخيرون يعبدون ما شاءوا غير الله من صنم أو وثن أو حجر، أم أن المراد هو التهديد والوعيد؟ الأمر المراد به التهديد والوعيد. قال عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أي قل لهم يا نبي الله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هي الخسارة الحقيقية. وانظروا كيف ذكر الله الأهل، الأهل أقرب الناس إلى الشخص، أهله، زوجته، أبوه، أمه، أولاده، يخسر. كيف إذا ذهب جماعة الجنة ذهب جماعة النار؟ ما في لقاء، بل لو كانوا جميعا في النار فهم في عذاب ولا لقاء. ولو فرض أن هناك لقاء فماذا يفيد هذا اللقاء؟ هذا في عذاب وهذا في عذاب. قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أي الخسران الواضح البين. فلا ينبغي للعاقل أن يستسلم لمثل هذا، أن يستسلم للأعمال التي قد تؤدي إلى خسارته، خسارة بين يدي الله عز وجل، بل يسعى لما يكون سبب في نجاته وربحه. الله يقول وهو يوجز لنا أسباب النجاة ويبين بأن الإنسان خاسر
إن لم يسلك هذه الأسباب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ها الإنسان خاسر. طيب الجميع الكل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الموصوفون بهذه الصفات ينجيهم الله من الخسارة. ثم قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لهم أي لأهل النار الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، من فوقهم ظلل من النار دخان وحرارة ولهب من فوق، وكذلك من تحتهم ظلل أي دخان ولهب ونار. قال الله عز وجل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي فرق، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي هذا ما هو ظل ينتفع الإنسان به وعذاب، هذا الظل والظليل الذي قد يراه أهل النار إنما سببه دخان النار وجهنم فهو عذاب. ولذلك قال لا ظليل ولا يغني من اللهب، فاللهب لهب النار وسعيرها يلحقهم. ولذلك قال الله عز وجل لهم من جهنم مهاد أي فراش، إيش يفترشون يا عباد الله يا إخواني، إيش يفترشون؟ لهم من جهنم مهاد نار وعذاب، ومن فوقهم غواش غطاء من النار، وكذلك نجزي الظالمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قال الله ذلك أي ما ذكره الله عز وجل هنا من العذاب المعد للخاسرين في الآخرة، يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، يخوف الله بعباده فيكون دافعا لهم أن يتقوا الله، أن يمتثلوا أمر الله، أن يخافوا من الوقوف بين يديه، أن يخافوا أن يكونوا من أهل النار. يا عبادي فاتقون، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا سخطه، اتقوا غضبه، نعم اتقوا عذابه، وهذا لا يكون إلا إيش؟ بتقواه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.